تسمعونا على 93 الحياة فام إذاعة القيروان للصحة. رواق الحياة على الحياة فام. مستمعينا الأفاضل، أهلا وسهلا، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم رواق الحياة. رواق الحياة اللي يجيكم مع البوندا فام 90.3 وعلى لايف ستريمينج الحياة فام .net. الليلة سهرة مخصوصة في موضوع الفن والهجرة. مش نكونوا موصولين بعديد الأطراف خارج حدود الوطن، ولكن في هذا الوطن أيضا نبض جميل، نبض الجمال، نبض الفن. شكون معانا؟ الأستاذ فتحي معلول، مدير مهرجان المسرح الحديث. فتحي، أي مثال أوش ترجع لك فني. ومشكون معانا؟ عنا مسرحية أخرى زادة ستعرض قريبا، هي من إخراج منجي بن سعيد وتمثيل وجدي الرويسي. مشكون معانا الأستاذة كلثوم المبروكي في الوصلات الخارجية. شنو برنامجنا؟ أهلا وسهلا بجميع ضيوفنا سواء أولا أهلا وسهلا بمستمعينا الأعزاء على حياة فيم، تسمعون على 90.3. مرحبا بكم، إن شاء الله نعديو سهرية ممتعة. معنا عنا ضيوف سي عبد المجيد، عنا الدكتور حمدي مبارك، باحث دكتور وباحث في علم الوراثة الجزئية وعلم الجينوم من قطر إن شاء الله، وعنا سي مهدي حامدي رئيس نادي الجالية التونسية في سلطنة عمان، وسي محمد يوسف المندوب الجهوي لديوان التونسيين بالخارج. إن شاء الله بقدر ربي شي تقع المداخلات، إن شاء الله بقدر ربي نعديو سهرية ممتعة إن شاء الله. إن شاء الله نعديو سهرية ممتعة، إن شاء الله عديو سهرية رائعة. مش نبدو مع ضيفنا الأول؟ منين ضيفنا الأول باش يكلمنا يا كلثوم؟ الدكتور حمدي مبارك من قطر. عرفنا بحمدي مبارك في هذا البورتري. الدكتور التونسي حمدي مبارك باحث في علم الوراثة الجزئية وعلم الجينوم بجامعة فيو أمستردام هولندا، وبمعهد أفيرا للوراثة البشرية سيوكس وول ساوث داكوتا بالولايات المتحدة الأمريكية، من مواليد 18 سبتمبر 1981 بصفاقس. متحصل على الإجازة في علوم الحياة سنة 2004 من كلية العلوم بتونس، والماجستير سنة 2006 من جامعة باريس، والدكتوراه في اختصاص البيولوجيا الحيوية والخلوية سنة 2009 من جامعة إفري فال إسان. تخصص في دراسات الجينية للأمراض الوراثية متعددة العوامل والصفات المعقدة بمركز الجينوم البشري بجامعة طوكيو باليابان. تم نشر مشروع بحث المتعلق بتحديد الأسباب الوراثية لإصابة بفيروس الالتهاب الكبدي الوبائي إيباتيت بي بمجلة علم الوراثة الجزئية البشرية سنة 2011. تعد هذه الدراسة من أبرز الدراسات في المجال، حيث تم الاستشهاد بها في أكثر من 170 مرة. خاض مرحلة ما بعد الدكتوراه ثانية بجامعة أمستردام بهولندا سنة 2012. موضوع البحث الرئيسي فهو معمق للأسباب الوراثية للخصوبة والإنجاب لدى المرأة من خلال بحث العوامل الوراثية للإنجاب التوأم الغير متطابق، لأنه من المراجع الذي يساهم في المساعدة لمعالجة العقم. أسس تحالف علمي دولي مكون من علماء الخصوبة الإنجاب والوراثة بأوروبا، أمريكا، أستراليا وآسيا. تمكن هذا الفريق بقيادته من اكتشاف ولأول مرة الجينات FHSB وSMAD3 التي تزيد في فرص إنجاب التوأم الغير المتطابق. كانت محل اهتمام من الصحافة العالمية في أكثر من 50 دولة. مجمل العناوين كانت حول اكتشاف غير مسبوق لجينات التوأم. كانت له العديد المساهمات البارزة في اكتشافات لمتغيرات جينية لعدة أمراض. تم اختيار هذا الاكتشاف ضمن 9 أبحاث جينية رائدة التي تم نشرها في المجلة الأمريكية للوراثة البشرية عن المحررين والقراء لسنة 2015 و2016. ولد بلادنا الدكتور حمدي مبارك أصيل جهة صفاقس، فخر لكل التوانسة. انطلقت رحلته من فرنسا مرورا باليابان إلى هولندا وأمريكا. شكرا جزيلا. إذا معنا عبر الهاتف الدكتور حمدي مبارك. ألو. ألو، مرحبا. عسلامة سي حمدي. عسلامة، مرحبا بكم، شكرا على الاستضافة. نورتنا على أمواج الحياة فام. عايشك ربي، فضلك، شكرا. موضوعنا الليلة سي حمدي، احنا كل حلقة ناخذها عنوان موصول بالفن. الليلة الفن والهجرة. صدى الهجرة يأتينا الليلة بعنوان العلم. العلم بهذا الاكتشاف الكبير، بهذه المفخرة. باش نسألوك بعض الأسئلة باش جمهورنا العزيز، مستمعونا الكرام، ياخذوا فكرة
على أولادنا على قامتنا ياخذوا فكرة على العلم والعلماء على تونس وما أنجزت تونس وماذا وكيف يرجع الصدى من لدن أهلنا. أستاذة كلثوم تفضل. أهلا وسهلا دكتور حمدي مبارك. مرحبا أختي كلثوم. مرحبا. شرفتنا في رواق الحياة. دكتور حمدي يخليك. مرحبا دكتور حمدي. فما تخوف عند بعض الناس فيما يخص تلقيح كورونا، كما تعرف انه تلقيح جونسون اوقفته الدولة التونسية وبعض الدول الاخرى التعامل به لمضاعفات المكتشفة عند فئة من الناس. لنا نطرح سؤال، كما وقع توقف العمل بهذا التلقيح، هل ممكن ايضا يصير نفس المصير لبعض التلقيح الاخرى كما فايزر او غيره؟ والله هذا موضوع جدا كبير، التلقيح واللي صار مؤخرا مع جونسون، لكن كما قلت انت تفضلت وذكرت الفئه معينه، معناتها ما هوش عامه، فكاجراءات احتياطيه وقفوه استعمال جونسون جونسون، لكن ما نتصورش الفاكسينات لقينا باش يقع باش يوقفوه، خاطر مازال ثم اصابات ومازال ثم ناس تاخذ في الجرعات المعدله، فما نتصورش. الحالات اللي صارت فيها مشاكل، حالات قليله نسبه قليله، هي تبدا بالنسبه للناس اللي خذوا الفاكسان، معناتها اذا نشوفوها كنسبه فيها نسبه ضعيفه، لكن كاجراءات احتياطيه وقفوا الفاكسانات القليله، معناتها اخر الابحاث نتاعهم توا، حتى فايزر معطاها وصفته وزاره الادويه الامريكيه باش يعطيوها للصغار من 5 ل 11 سنه، فبحول الله ما حدش نشوفوا مشاكل اخرى في التلقيح، بالعكس نشوفوا تلقيح اللي تكون مضاده للتغيرات اللي صارت جديده في الفيروس، وهذا قاعدين شركه الادويه قاعدين تخدم عليه. سمح لي دكتور حمدي، خاطر ثم تخوف برشا عباد لقحت، يعني فيه برشا مخاطر، هو يعني شنو الحاجه السيئه اللي فيه ولا شنو والله هو مخاطر مخاطر نتاع معناتها نتاع سكتات قلبيه، تصير مشاكل في القلب، يعني بالنسبه اللي عندهم الامراض المزمنه، اللي عندهم الامراض المزمنه هم ديما اكثر عرضه في كل الحالات، ديما هم اكثر عرضه وهم معناتها اللي يلزموا نحميهم اكثر ويلزموا يردوا بالهم على ارواحهم. سي حمدي نعم سي حمدي، المهم لاباس معناتها ماشي. لا لا لاباس، لا لا لاباس، احنا توا بالعكس، لا لا ما نجموش نخوف العباد، يعطيك الصحة والحمد لله، والحمد لله فما والحمد لله فما الفاكسان ديما. احنا سي حمدي ذكرنا الموضوع هذا مش من اختصاص البرنامج، لكن بحكم انت عندك سيلة ولدنا تبارك الله قام من القامات العلمية وعندك سيلة، احنا نفخروا كي جاوبنا واحد تونسي، نفخر كي جاوبنا تونسي في موضوع يشغل العالم. تفضل. لأنه دكتور حمدي فخر بصراحة لكل التوانسة. دكتور، يوم 2 مايو تم اكتشاف حالة إصابة بمرض الجدري في بريطانيا لمسافر قادم من نيجيريا، بعد بأسبوع تم اكتشاف 4 حالات أخرى في بريطانيا إلى إفريقيا، ثم أعلنت إسبانيا عن اكتشاف 8 حالات في البرتغال، الولايات المتحدة، كندا، إيطاليا والسويد، وأخيرا في فرنسا. هذا ما كتبه الدكتور حازم الغزالي على صفحته الشخصية في الفيسبوك صباح الجمعة. يعني دكتور شنو تنجم تفيدنا بخصوص موضوع ساعة توا واللي الناس الكل تحكي عليه، مرض الجدري هل أنه معدي كما كورونا؟ هل يمثل خطر على البشرية في صورة أنه انتشر برشا في العالم؟ هل عندك فكرة إذا احنا في تونس ملقحين ضده وما يمثلش خطر كبير، أم أنه هذا متحور جديد ولازم نحضروا له تلقيح جديد هو زيادة؟ شكرا. انا نتبع في الاخبار ووسائل الاعلام العالميه الكل تحكي عليه، وتوا هذا موضوع الصحه زي ما قلت. هو مش فيروس جديد، اول حاجه لازم نبداوها، هو مرض فيروسي اصله من الحيوان المنشا، معناتها اكتشف عند الحيوان. اول مره اكتشفوه سنه 1958 واول اصابه بشريه في 1970. المنظمة الصحة العالمية تصنفه كذو معناتها مرض أولوية عالية، معناتها يلزم الصحة العامة ومعناتها يلزم نتلهوا به، معناتها يلزم وزارة الصحة تكون عندها انتباه للحالات اللي باش تصير في أي بلاد، ومعظم الحالات صارت في وسط وغرب إفريقيا حتى توا. شكرا دكتور حمدي. أي. احنا شو نقولوا احنا اليوم موضوعنا هو الهجره، الكفاءات التونسيه في الخارج، نطرح الموضوع هذايا بصفه عرضيه، وديما احنا الفخر نتاعنا الكبير اللي كونه التونسي، العالم التونسي، الباحث التونسي كان عنده دور في اداره الازمات الدوليه. دكتور حمدي مبارك، سيرتك بهذا الجانب.
والله ستي بحكم أنا تكويني ساعة تونسي 100% قريت كما ذكرت كلثوم، قريت في تونس وتكون في تونس والحمد لله معنا. الحمد لله. أنت مقيم في قطر توا كما سمعنا؟ أنا الآن مقيم ما بين قطر وما بين هولندا. أي؟ ونشتغل على الأمراض الوراثية أسبابها وعلاجاتها. الحمد لله فما زاد كيف في تونس وفي مستوى مع تعالي في الأبحاث وفي الأبحاث الجينية ويحاولوا باش يساعدوا في الأزمات هذه. كنت مشارك في تحالف دولي، أكبر تحالف دولي لدراسة جينوم المصابين بكوفيد 19، والحمد لله اكتشفنا في ظرف قياسي الأسباب الجينية واللي تخلي فما ناس أكثر عرضة باش يمرضوا بالفيروس وفما ناس يكونوا محميين أكثر، وهذا ما أدى إلى اكتشاف العلاجات وتطوير اللقاحات. فهذه حاجة الحمد لله معناتها بفضل العلم والواحد معناتها كان مساهم في الاكتشافات هذه. الغربة نحكي شوية على الغربة مع تجربة مع موضوع موضوعنا الهجرة الغربة تولد أولادنا. أي تفضل تفضل سي حمد. شوف اللي حبيت نقوله ديما النجاح سهل باش يظهر، لكن شنو هو اللي وراء النجاح؟ شنو هو التفصيل باش يوصل لجوا؟ برشا صعوبات. هذاك هو اللي معناتها الشباب توا، هذاك هو اللي نحب ديما نعدي الميساج للشباب توا، راهو ما يجي حتى شيء بالسهل، راهو وراء النجاح هذا راهو تضحيات وسهر ليالي وقرايه وغربه مع فوق كل شيء، ولازمك تفرض روحك. راهو في الغربه ما فماش معناتها انت فما كلش ذراعك وشنو عندك في مخك، هو اللي يفرضك هو يفرض احترام الناس، يفرض احترام الزملاء. العالم اسرع، انا تعديت في اليابان في امريكا في هولندا في فرنسا توا في قطر، ونتعامل مع باحثين من مختلف دول العالم. اللي يفرض احترامهم ليك هو هو الشغل، هو خدمتك، هو الانتاج نتاعك، هو التضحيات نتاعك، هو شنو اللي عندك في مخك. كاو ما فماش حتى حاجه اخرى اللي هي تفرض الاحترام هذه الا خدمتك. والخدمه وراها تعب كبير وراها تضحيه كبيره. سي حمدي انا نقول تونس كونت ولادها وتبارك الله، انت عجبتني كي قلت راني قريت الكل في تونس، هذه حاجه مزيانه برشا. الصدى كيف يعود الى الوطن؟ كيف يعود الى الارض؟ كيف تستفيد تونس من ابنائها يعني كونتهم؟ سامحني سي عبد المجيد، بعد تميزه ونجاحه في هذا الاختصاص، هل بامكان ان الدوله التونسيه تستفيد من خبراتك سي حمدي وتقوم تاثير وتكوين بعض الدكاتره الشبان؟ والله انا الحاجه اللي ديما نقولها كوني ما بعدتش على تونس، معناتها ديما قعدت القلب في تونس والروح في تونس، وقعدت ديما باتصال مع زملائي واصحابي اللي قريت معاهم في الجامعه في تونس، ديما بتواصل يومي ثلاث يومي نحاول نعاون باللي نقدر عليه. عندي اتصالات مع عديد الجامعات والكليات في تونس والمعاهد، معهد باستور، كليه الام، كليه العلوم بتونس، نحاول نعاون الطلبه في الابحاث نتاعهم، في الاستاجات نتاعهم، في زيولوجيا على استاجات. كنت ضبط طلبه خرجوا مشاو عملوا استاجات نتاعهم والدكتوراه نتاعهم في سنغافوره، في امريكا، في هولندا. يعطيك الصحه. هذا هو معناتها اقل باهي. كان تسمح لي سي حمدي احنا عندنا بتعرف اذاعه الحياه فهم من القيروان، هي الاذاعه المختصه في الصحه والوحيده في تونس وشمال افريقيا. يعني اختصاصنا كي نقولوا الصحه مفهوم البيانات، مفهوم الرفاه، مش مفهوم العطب ومفهوم المرض، ولكن لا مناص من الحديث في هذه الامور. ان شاء الله تكون ضيفنا في برنامج الاختصاص الصحي بالنسبه الى الاذاعه، تتصلوا بك. وتشرفنا بالتدخل في مواضيع الساعه الموصوله بالصحه. حابين نشكرك ونقول لك بارك الله فيك، شرفتنا ونورتنا. وانت توا تونس هي دار الحبيب في نهايه الامر، هكا ولا تونس دار الحبيب. مالا سي حمدي نخرج ابقى معنا في الاستماع. يا دار الحبايب ثم نعود. يا دار الحبايب مستمعينا الكرام، انتم في رواق الحياه على امواج اذاعه الحياه فام على البوند فام 90.3 وعلى اللايف ستريمينج الحياه فام بوانات. الليله ليلة المسرح بامتياز، ومعنا في الاستوديو الدكتور فتحي راشد مكلف بالإعلام في مهرجان المسرح الحديث بالقيروان اللي بتنطلق فعالياته غدا إن شاء الله. على كل حال، الموضوع مش بعد على بعضهم، أنا حكوا الفن والهجرة والمسرح. اللي سي فتحي راشد هو
عنده صلة وثيقة جدا بالهجرة. مرحبا بك دكتور فتحي. ميرسي بوكو، يعطيكم الصحة على الاستضافة من جديد على الباب المفتوح على مصراعي هذايا لينا. مرحبا بك، مبجل دائما. ميرسي لطفك. تفضل. فتحي راشد، تجربتك الغالية اللي كنا نحكيوا عليها تبارك الله. عايشك الموضوع الموضوع. أنا وقت اللي وصلت لسي عبد المجيد وحكى لي على الهجرة، قلت له أنا في قلب الشيء هذاك من بو، معناها قضى اللي نوصل له تحياتي ومحبتي وقبولاتي لكل ربي طول في أنفاسه وأنفاس مهمتي. نعم. قضى 37 عام في فرنسا، وإحنا الحق تاع ربي كنا لهنا، معناها في تونس، قرينا في تونس كما قال الدكتور. أنا ضحى بالبعد. ضحى برشا بالبعد. نعم. أنا قريت في تونس، عديت باكي في تونس، تخرجت زادة في تونس من المدرسة العليا للتصميم في وتكنولوجيات في تونس، لو استاد. دبلوم دو ديزاين انتيريور سبيسياليتي سينوغرافي. معناها تصميم داخلي، تصميم فضاء. بالضبط، تصميم فضاء داخلي. اي. من بعد بعد ما تخرجت طلعت لفرنسا باش نواصل معناها المشوار هذا. نعم. لانه مشيت حدا الوالد. لا الوالد وقت رجع كمل قبل يعني في المواقع الرتريت. لا وبعث بعثك كينفختي معناها من العيله زاد غادي. كانت حلمتي انه نواصل في الدراسه باش نتحصل على 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 دبلوم اللي ان شاء الله يكون ينفعني انا وينفع المجموع معناها، واللي هو دكتوراه. عملت لهنا بكالوريوس في تونس. أي. طلعت لفرنسا عملت ماستر في المسرح وماجستير في المسرح وماجستير في الكوميونيكاسيون الاتصالات، وكملت المشوار بدكتوراه في الدراسات المسرحيه في جامعه ستراسبورغ. قريت في فرنسا، جيتي انسيون كونفيرونسيي، كنت زاده مؤطر بيداغوجي اسيستون بيداغوجيك في في مؤسسات تربوية، معناها من الكوليج للليسي، وبعض المحاضرات معناها اللي ألقيتها هنا وهناك في فرنسا وفي الخارج. 2017 جامعة تونس. نعم. تبعث لي معناها مراسلة إثرة أو إجابة بلوتو، المراسلة أنا بعثتها لأنه اخترت أني نرجع لتونس. نعم. بعد 10 سنين عديتها غادي. روحت وكان نتصور الاختيار جميل جداً. أكيد. وإن شاء الله إن شاء الله يواصل إن شاء الله. أكيد. يواصل. وتوا قريت المهنة توا. أنا أستاذ جامعي، قريت المسرح مدة 4 سنوات في جامعة تونس معهد الإنسانيات في زغوان. نعم. ومنذ سنة توا وليت نقري في المهدية في جامعة الفن أو مدرسة الفنون والحرف. المعهد العالي للفنون والحرف بالمهدية. جامعة المستير نقري زاد غادي توا تصميم فضاء. شكرا جزيلا. يعطيك الصحة. ميرسي بوكو. يعطيك الصحة. مزيان برشا الباركور نتاعك. يعيشك ربي يفضلك. مسار رائع. ولادنا فخرة بلادنا بالفعل. ولادنا فخرة بلادنا. ميرسي. وهيك علاش تونس اليوم تحتاج للكفاءات هذه، تحتاج للناس اللي كونتها، وتحتاج للناس بحق الأمومة. تونس أمنا. قرينا فيها ولا ما قريناش؟ بالضبط. ولو حتى أنت قريت البر، اليوم الوطن يحتاج الى في نهايه الامر. انا ما نقولش قريت البرة، لانه نفترض قلت لو انه ما خذيتش الباك والباك بلس 5 لهنا. أي. يمكن ما كانتش باش تفتح لي الافاق. والاخت معناها كانت تقول اللي ولدها وقت اللي خرج البرة قال لولا دراستي في تونس. نعم. ما يتكونش. بصراحه نقولها وبكل فخر. أي. مهما تكون مشاكل المدرسه بتاعنا وجامعاتنا والبرامج اللي توا صاير لنا، ان شاء الله جوست تكون مرحلة تمر بها تونس باش لإعادة البناء ولتحسين هذا البيت اللي صارت فيه شوية عادي. ديما يلزم هو أي بيت، ولا هو أي بيت يلزم تجديد. ونتصور المدرسة التونسية هي اللي باش توفر التجديد لل. باش نأجل معاك دكتور الحديث عن مهرجان المسرح الحديث، مش نبقى في فقرة الهجرة. وعندنا تجربة في الأستوديو، عندنا تجربة معانا حاضرة السيدة ذهبية فتناسي. السيدة ذهبية فتناسي هكا باش ضيفتها اليوم الأستاذة كلثوم مبروكي، على أساس هي هذه تجربة ناجحة. امشيت ورجعت. تفضل. مرحبا بك مدام. عسلامتكم ونشكركم للدعوة دي. أي. واللي مرحبا بك وبيك اكثر، ومرحبا
سيد بال بالضيف ضيوفنا كل مرحبا بكم وانت منورتينا. هاي تفضل كلثوم مش باش تحكي مع المدام. هاي مع كلثوم مدام ذهبيه امراه مكيفه وجهتها يعني كونت تروحها بروحها. كانت في ايطاليا علاقتها بالهجره انها كانت في ايطاليا كانت وصلت معها. ايوه كانت في ايطاليا. شو التجربه اللي علاش انت روحت لتونس وشو التجربه شو الصعوبات اللي واجهتك كسواء مع زوجك او مع صغيراتك يعني مع الاولاد؟ اول حاجه هي على خاطر الواحد الانسان اللي يدرس في تونس واللي يتعلم في تونس بحول الله ديما يحث معناتها على التعليم في تونس. انا حبيت نعلم صغيراتي معناتها ونقريهم في مدرسه تونسيه. علاش اخترت القرار هذا يعني في بلادنا خاطرنا اكلي ثقافته واللي قريته في وقتنا معناتها وقت اللي قريت انا ولو قريت تكوين ماني والحمد لله والصنعه معناتها صنعه الخياطه والخياطه معناتها والحمد والحمد لله اللي لقيت بها روحي في الهجره اللي خاطرنا التحاق عائلي ولقيت بها في الهجره وخدمت بها والحمد لله. لكن عمل اكدت اكثر حاجه اصريت اكثر حاجه اللي معناتها نرجع صغيراتي نقراهم في تونس وهذه الحاجه اللي معناتها قوتك باش تقعد في تونس باش تقري صغيراتك هوني في تونس وتكونهم في تونس وتعليمهم في تونس. كيفاش اول صعوبه يعني بدون زوجك شنو هو اول حاجه اول مشكله واجهتك؟ بطبيعة هي خاطر الإنسان يكونوا الزوز يعملوا معناتها باش يكونوا عائلة وعمل معناتها اللي كانت نوجه له هو بالتحية لزوجي تحية ليه التجاني السماتي سلموا عليه يسلمك واللي هو اللي والحمد لله المشاركة والتفاهم والتعاون باش نبنوا أسرة سعيدة والحمد لله الحمد لله نقولوا حققناه والحمد لله. اعطينا النجاحات سر النجاحات. انك رجعت معناتها للقرايه كونت بروجي خاطر باش مشروع يلزمك باش تدخل مدخول اخر خاطر الدخل نتاعو هو كاو معناتها ديما ثم معناتها باش ما نلقوش مشاكل. عملت مشاريع اقتصاديه في القروان في روحت حطيت صغاري وعملت بروجي والحمد لله البروجي هذاك عاوني وقفت عليه. انت في تونس وزوجك في ايطاليا وزوجي في ايطاليا نجحت المشروع في تونس والحمد لله بارك الله. نجحت المشروع واسرتي. كيفاش هذوكم خاطر استثمارك في صغار صغيرات نجحوا والحمد لله. ايش عندك توا نتائج؟ عندي بنيه متزوجه وتكمل في الدكتوراه نتاعها يطبر كم نتاع تحليل المعلومات وكانوا الباك ياخذوه من الاول والحمد لله ما شاء حتى الله. واحد من معناتها بامتياز ديما نجح فخره كبيره والوليد الثاني سنه يتخرج لي مهندس والستاج نتاعي يسطش فيه في المانيا والحمد لله معناتها نقرا في الفرحه في عينيك والحمد لله ونعمه بالله فرحانه بنجاحاتك الهجره اذا كان نرجع سالمين حاجه في حياته الانسان اللي يستثمر في صغاره. يا والله انا خاطر حاجتين تضحي بهم يضحي بصغارك تضحي بروحك معناتها روحك مش تضحي بها ثم حاجات مش نتكتب فيها معناتها مش ان انا وزوجي مدام ذهبي معناتها اللي كوني على خاطر باش نكونوا كل الاسره ذيك مدام ذهبي نعم شرفتينا وبيك عايشه ونورتينا. والهجره فيها غربه وهذاك علاش ثم فن كبير ثم غناء ومسرح وافلام على الهجره. اما الحمد لله احنا كحكينا معاك ثم كان الفرحه وثم كان النجاحات والتضحيه عندها طعم لذيذ ومعناها حاجه مزيانه خاطر ربي فضلك يا مدام تسمح لي هاك باش نسمعوك اغنيه تمشي بالسلامه وترجع بالسلامه. يلا بينا تمشي بالسلامة وترجع بالسلامة. مستمعينا الكرام أنتم مع رواق الحياة على أمواج إذاعة الحياة فام على البوندا فام 90.3 وعلى اللايف ستريمينج الحياة فام .net من ضيوفنا الليلة في موضوعنا الفن والهجرة. لا يمكن أن لا نستضيف المسؤول الأول على شؤون المهاجرين في تونس معنا الأستاذ محمد يوسف المندوب الجهوي لديوان التونسيين بالخارج في القيروان. سي محمد عسلامة.
عسلامة سيدي، مرحبا بك. ماشي حوايك سي محمد، سامحنا كنت معنا تواخر شوية هكا ترى في المجريات البرنامج، نورتنا وشرفتنا. معك الأستاذة كلثوم المبروكي، ستوجه لك بعض الأسئلة بعد أن نرحب بك ترحيبا كبيرا ونشكر لك جهودك وهمزة الوصل المتينة، الحبل المتين الذي يصلنا بأبنائنا بالجالية التونسية في الخارج. تفضل. الله يخليك. مرحبا سي محمد يوسف. مرحبا بك مدام، مرحبا بالسادة المستمعين وضيوف الكرام في الاستوديو. يخليك، بارك الله فيك. سي محمد، كنت عارف لنا الديوان التونسي بالخارج ودوره في خدمة الجالية. ديوان التونسي بالخارج إدارة تابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية. في الحقيقة مهام الديوان هي مهام اجتماعية وثقافية بالأساس، تتمثل في ضبط وتنفيذ برامج التأطير الاجتماعي والاقتصادي لفئة التونسيين بالخارج وعائلاتهم، سواء كانوا في بلاد الإقامة بالمهجر أو بالبلاد أو بتونس. وذلك عملها هيكل تابعة للديوان اللي تتمثل في المحكمة الاجتماعية بالقنصليات التونسية بالخارج، بالمندوبيات الجهوية، بمكاتب الاستقبال بالموانئ والمطارات والمعابر الحدودية. سي محمد، لو تقولنا شنو الخدمات اللي يقوم بها للنادي بالنسبة للجالية التونسية المقيمة بالخارج؟ والله هي الخدمات خدمات اجتماعية ثقافية واقتصادية، يعني نجمو سي محمد حدثنا بلي على الثقافي، احنا الليلة الفن والهجرة، حدثنا على الثقافي وهذا هي القلم اللي يعنينا أكثر. وبعديش أربط لنا بالقروان شوية، خلينا نشوفوا شو هو وضع القروان ووضع الجالية التونسية من القروان وعدد المهاجرين، أعطينا فكرة. تفضل. يمكن في الجانب الثقافي، نعم، عندنا مراكز تسمى الدار التونسي. أي؟ موجودة في باريس، في روما، في نيس، تقريبا في المناطق اللي فيها كثافة مهجرية تونسية. واضح. دار تونسي فيها أنشطة ثقافية، فيها تعليم اللغة العربية لفئة أبناء التونسيين بالخارج، الصغار يقرون لغة عربية مجانا. نعم. فيها نوادي موسيقى، نوادي رسم، تصير فيها الاحتفالات بالمولد الشريف، برمضان، بالأعياد، بغيرها. يعني فيها زميلنا الملحق الاجتماعي اللي هو ينشط الأنشطة الثقافية ذي وبالتعاون مع الجمعيات والمجتمع المدني التونسي بالخارج. ممتاز جدا. في المناحي الثقافية والطبيعة الاجتماعية معروفة المهام بالديوان والاقتصادية اللي همنا بصفة ثقافي، وخاصة المحلي القيروان، أعطينا شوية فكرة على القروان، على جاليتنا، على عددهم، على مشاغلهم. فضل. سي محمد، كنت أعطينا الخصائص الهجرية بولاية القيروان بصفة عامة، يعني كان هجرية فردية ولا هجرية عائلية؟ إذا باش نحكيو على الخصائص الهجرية في القيروان، هي ولاية القيروان في الأصل ماهيش ما فيهاش يعني عدد كبير بالمقارنة يعني بالمدين ولاية سوسة ولاية بنزرت تقريبا، يعني هما المعروفين والساق. إيش يكون ترتيبها سي محمد؟ كان ممكن كان موجود. هو صعيب، احنا تو نعرفوا شكون الولايات اللي هي الأربع خمسة ولايات الأولى في تونس تقريبا. واضح. احنا ماناش من الولايات الأولى في عدد المهاجرين. لا مش من العالم، لكن فيها ديفيرسيتي، يعني كي نقولوا تنوع، يعني فيها ديفيرسيتي كبير، يعني تلقى برشا اصيله ولاية قيروان يعيشوا في ليبيا، يعيشوا في ايطاليا، واخيرا ولاو برشا يعيشوا في المانيا، حولوا يعني نقطه تحول من ايطاليا ولاو يعيشوا في المانيا في بلدان عربيه. يعني سي محمد سامحني عشان طرق النقطة أخرى يخليك، شنو البرامج والأنشطة الجديدة اللي من ضمنها اللي تونسنا اللي قاعدين تحضروا فيها في إعادة إدماج اقتصادي واجتماعي للتونسيين بالخارج؟ كنت تحكي لنا شوية. هو اللي تونسنا هو تنجم تقول مكسب ولاية القيروان، يعني كيفاش؟ هي ولاية، هي اللي تونسنا هي آلية وطنية لإعادة إدماج المهاجرين العائدين. راكا مع الهيئة العامة للنهوض الاجتماعي، يعني وزارة الشؤون الاجتماعية والوكالة الوطنية للتشغيل. المكاتب الموجودة فيها الآلية الأول كانت في تونس وصفاقس ولبنان، وبعد توسعت تشمل ولاية القيروان تطاوين بمزارة الكاف وقفصة. حاجة باهية. كيقولوا القيروان تتبع لها ولاية القصرين، يعني مرجع نظر المكتب القصرين. بالنسبة للبلدان المعنية بآلية تونس، يعني نقولوا يعني هي تونس اللي روحوا منها. كلك سوا روحوا بصفة شخص لك حتى شو نقول لك، أنا هم البلدان المعنية بآلية تونس. يعني لا، كلك سوا روحوا روتور فولونتير، يعني نقولوا روتور عودة طوعية، ولا روحوا مرحلين. البلدان هي فرنسا، ألمانيا، نمسا، وسويسرا، وبلجيكا. بالنسبة للأهداف الآلية هي تسهيل حصول مهاجرين العائدين
على حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية من خلال البرامج الوطنية المتوفرة لدى هذه المؤسسات. كما نقولوا عندنا مؤسسة ديوان تونسي بالخارج تقدم مؤسسات لتونسي بالخارج ومعروفة نقدموها لهم هم. بالنسبة للأهداف الهيئة العامة للنهوض الاجتماعي كيف نبجدوا التونسي العاديين بالخارج نحاولوا نعمل. سي محمد كنت تحكي لنا شوية على الأنشطة، يعني الأنشطة اللي اشتعملها اللي تونسنا. هي الأهداف. الأهداف أي أهداف الأنشطة؟ هي الأهداف الأصل. هي مثلا نقولوا احنا عائد من الخارج، شاب عائد من الخارج ورحلوا لعودة طوعية. يعني نجم نشوفوا مع الهيئة العامة النهوض الاجتماعي ولا نقولوا احنا بالنسبة لجهة القاهرة نقولوا مع إدارة الجهة والشؤون الاجتماعية إذا فما إمكانية باش تحط على المنح الاجتماعية بطبيعة في إطار القانون. إذا فما إمكانية باش يتحط على دفتر علاج، خاطر تعرفوا مروح لنا ما عندوش حتى ساتي بروفيسيونيل، يعني ما عندوش كارني علاج. صحيح. أنتم تيكون يعني نحاولوا نبجلوه باش يتمتع بكارني علاج. بالنسبة مع مكتب التشغيل نشوفوا نحاولوا نشوفوا لهم على فرص تشغيل لنا باش نعاودوا ندمجوهم اقتصاديا. وإحنا وأهم شيء في برنامج هو برنامج المساعدات المالية. اللي تتمثل في منح مالية. كيف تتمثل المساعدات المالية؟ هي منح مالية بالنسبة لإعادة الإدماج الاجتماعي. إعادة الإدماج الاجتماعي يعني نجم نقول العائد من الخارج بالطبيعة المبلغ مش كما إنسان عازب كما إنسان متزوج وعنده عائلة يختلف بالطبيعة مش يبدأ فردي وكما عائلي بالطبيعة اللي يختلف هي لتقريب المنحة تمثل في خلاص فواتير تحسين المسكن شراء أثاث يعني خلاص معناها فواتير دراسية نتاع الصغار يعني. سي محمد نعم سي. بارك الله فيك. هذه المساعدات أنا نقول احنا الباب هذا ما نقولوش نقولوا يعني العائد من الهجرة ويحتاج مساعدة والعائد من الهجرة وعنده مبادرة. أنا حبيت نكمل لك ساعة قبل ما نكمل الآلية ومزيد الجزء الأهم يعيش. واللي هو المنحة الاقتصادية المنحة المالية لإعادة الإدماج الاقتصادي اللي تتمثل المنحة في منحة مالية محترمة جدا باش العائد من الخارج نعملوا له ميكرو بروجي واضح. يعني نعديه على لجنة نشوفوا أهلية نتاعه أنه يتمتع بالمنحة ولا نعم. وإذا يتمتع نكملوا معها بالكوميتي دو فاليداسيون ونعينوا له مكتب دراسات خاص يتولى هو وراء أعداد دراسة مشروعه يعمل له مرافقة خلال عام كامل تقريبا مرافقة سنوية. هاي سي محمد هذا الصنف اللي يحتاج معنا مساعدة الدولة بالتمويل. أما الصنف اللي عنده فلوس وعنده دي بروجي ويلقى عنده مشاريع ويعني إيش تقدم له المندوبية حبيت نكمل لك الثقة الله يخليك وبعد تنجيو بالنسبة العدد التوانسة اللي تمتعوا في العموم بأهلية تونس هم 896. بالنسبة لعدد اللي تمتعوا بالمنحة المالية الاجتماعية والاقتصادية تقريبا 377. نجي لنا الولايات القيروان. نعم. ولايات القيروان في الدفعة الأولى عام 2000 وقدموا في 2019 و2020 تمتعوا تقريبا 9 من 9 اقتصادي واجتماعي. بالنسبة لحد هذه اللحظة تقريبا عندنا 17 أصيل ولاية القيروان 17 منهم تمتعوا بالمنحة الاقتصادية 17 منهم 16 على ألمانيا وواحد على فرنسا. هذا يمكن نجم نحكيه لنا على القطب الجديد الهجرة أصيل القيروان اللي هو ألمانيا. يعني تقريبا 17 مرحل والعائد نقاو منهم 16 على ألمانيا وواحد برك على فرنسا. واضح. وإن شاء الله في الأيام القادمة معناها ألمانيا عدد المرحلين باعتبار أن ربما القانون الألماني ولا القرارات السياسية الألمانية هذا كيفاش نفهموها نحن؟ هو زود اعتبارات في الحقيقة أنه احنا في المجمل عدد التونسيين في إيطاليا نعم يعني يمشي وينقص أي؟ يعني مهوش يمشي ويزداد نعم مش يكبر عدد التونسيين في إيطاليا. تعرف ظروف الاقتصادية والسياسية في إيطاليا صعبة شوية يعني هم ضد الإيطاليين واللي يخدموا في ألمانيا ويخدموا في فرنسا. واضح. بالنسبة للأصيليجية القيروان أغلبهم كانوا في إيطاليا وخاصة في مودينا. في أي سنة؟ وليت النقطة نتاعهم الأولى خاصة اللي يهاجر بطريقة غير شرعية يمشيوا كنقطة أولى كمحطة أولى مودينا وبعد يكملوا يمشوا لألمانيا.
من ألمانيا يقدموا مطالب لجوء إنساني في ألمانيا. أي. بالنسبة لدول شمال أفريقيا عادة تقريبا النسبة الأكبر ترفض مطالب لجوء إنساني، خاطر إحنا عنا استقرار سياسي استقرار اجتماعي في تونس، يعني سيد كما بطبيعة بعض يترفض يتم ترحيلهم من تونس، والبرنامج اللي تونسنا فيها المرحلين وفيها حتى العائدين طواعية، يعني نجم يكون وحده كان غادي من غير إقامة روح وحده. واضح الصورة سي محمد. باهي سي محمد يخليك، كان تقولنا على التحويلات المالية للمهاجرين لأصيل الجهة، ثماش تحويلات في ولاية القيروان؟ والله هي التحويلات الحق في 2020 تقريبا أغلب الولايات يعني نقصد شوية بحكم الكوفيد. بالنسبة ل 2021 حسب آخر الإحصائيات اللي حولوا عن طريق المكتب البريد تقريبا في حدود بين 80 و 90 مليون دينار، يعني هو مبلغ هام. وعلى امل انه يضاعف المبلغ هذا ان شاء الله في السنوات القادمه، وان شاء الله يعني ترجع. خلي كمل يجاوبنا يا مدام. خلي كمل سي محمد. نحب انا نقول اصحاب المبادرات فيش تنجموا تعاونوهم. انا رجعت من الخارج جبت شويه فلوس نحب نستثمر، لقيت شويه صعوبات وتعقيدات اداريه، ادارتنا كيفاش نجم تعاونهم؟ وكاو هو هي نجم يكون مرافقه ساعه حتى من قبل ما يرجع لتونس، يكون مرافقه به برشا قنصليه، يعني عن طريق الملحق الاجتماعي في زميل زملائنا الملحقين الاجتماعيين في القنصليات، يحاول يعني اطروا ويعني يوضح له الصوره كيفاش يبعث مشروع مش ما يوصلش يجي لنا، يعني وهو ما عندوش حتى فكره. ممتاز ممتاز جدا. ثم الحق اللي جينا مباشره المندوبيه والحق اغلب مواطنينا بالخارج، اغلب مواطنينا بالخارج تقريبا يعني هم شويه جهل القانون، يعني تقريبا يعني هو الحق يعني اغلب الناس يعني، لكن خاصه مواطنينا بالخارج الحق يعني اللي شفته في التونسيين يعني في التوانسه بالمقارنه بالجاليات الاخرى، الحق التوانسه يحبوا بلادهم بالرغم الظروف اللي تمر على بلادهم، يقول لك نحب بلادي ونحب نستثمر في بلادي ونحب الحمد لله بلادي. يعني التونسي حنين على بلاده اكيد. حتى تقارن عدد التونسيين اللي يرجعوا كل عام لتونس بالمقارنه مع عدد المهاجرين من دول الجوار تلقى عدد كبير ياسر، يعني فما كل يعني ياسر اتاشي لبلادهم، يعني التوانسه يحبوا بلادهم، يعني مهما يتقال ومهما يصير ومهما بلادنا يعني يقولوا في وضع، لكن تقعد حق بلادنا يعني بلادك. سي محمد نورتنا اخوي الغالي. سي محمد نورتنا على ضغط الوقت، نورتنا برشا، وان شاء الله ان شاء الله باش نرجع معك، وان شاء الله مش اللقاء الاخير هو الاول ولكن لن يكون الاخير بحول الله، سنعود معك. وشكرا جزيلا لقبولك الدعوه وتفاعلك معنا هذه الليله. مستمعينا الكرام نواصل مع اغنيتنا ثم نعود. عدنا مستمعين الكرام إلى برنامجنا رواق الحياة. رواق الحياة الموضوع الليلة الفن والهجرة والفن المسرحي، حاضر بقوة في القيروان عبر مهرجان المسرح الحديث. وكان معنا الدكتور فتحي راشد مكلف بالإعلام بمهرجان المسرح الحديث اللي مش ينطلق غدوة في القروان، مفتوح دون تذاكر باستثناء عرض الأطفال اللي هو بأثمان زاهدة ب 2000 و 3000 أطفال نجموا يلتحقوا بهذا العرض. معنا أيضا في الأستوديو معنا أسرة مسرحية أوكنس، معنا سي صابر الهذيلي، سي منجي بن سعيد، وسي وجدي الرويسي، واللي هما عندهم عرض غدوة إن شاء الله في كوندار، إن شاء الله بالتوفيق. معنا عبر الهاتف في موضوعنا في موضوع الهجرة معنا الأستاذ مهدي حامدي رئيس نادي الجالية التونسية في سلطنة عمان. ألو هلو. عسلامه عسلامه سي مهدي، سمحنا على الانتظار ما تمكناش باش نتحصل عليك عبر هاتف الاذاعه. انت طلبتنا بارك الله فيك ومرحبا بيك. لا بالعكس فما حتى مشكله، حاجه تفرحني برشا ربي يفضلك. بالمناسبه نحب نرحب بيك وبكل ضيوفك وبكل مستمعي حياه الفيلم. اشني احوال جاليتنا في سلطنه عمان؟ الحمد لله بصفه عامه الامور طيبه كما تعرفوا، ما يخفاش عليكم النسبة الكبيرة من الجالية التونسية لهنا هي في القطاع التعليم وقطاع الصحة. نعم. يعني خلينا نتكلم على كوادر ونخب تونسية. نعم. إذن بصفة عامة الوضعية طيبة، أكيد فما بعض الحالات الاجتماعية وبعض المشاكل هذا عادي يعني، لكن بصفة عامة الوضعية مريحة يعني. الحمد لله. استاذة كوثر، استاذة كلثوم، شو باش تسأل؟ أهلا وسهلا بيك سي حمدي، سي عفوا سي مهدي حامدي.
مرحبا بك في رياضة الحياة. كرشوم يعيشك يخليك بارك الله فيك. يعيشك مرحبا بك سي مهدي. خليك كان تعرف لنا النادي شنو هو نشاطه واهدافه والفعاليات اللي يقوم بها، وبطبيعة ما ننساوش هيكلته وتركيبته، وبطبيعة تحكي لنا شوي على الادوار اللي ينشط فيها النادي. اكيد اكيد النادي الاجتماعي الجالية التونسية هو هيكل يعني ينشط تحت مظلة وزارة التنمية الاجتماعية العمانية، وتحصل على التأخير القانوني تقريبا منذ موفى 2016، يعني يعتبر مولود جديد تقريبا، هذه داخلين على السنه السادسه. شو قلك حتى اي جديد بيبي غادي يكبر بشويه الحمد لله. يعني من يوم اليوم قاعدين نتحسنوا بالكدا. بالمناسبه نحب نوجه تحيه كبيره للناس اللي خدمت قبل في النادي هذا، لخاطر نحن اكيد هذا مهم. الاهداف نتاعو كما جاء في تسميته القانونيه هو النادي الاجتماعي الجاليه التونسيه، يعنى بما كل هو عمل اجتماعي، ايضا التأطير والاحاطه بابناء الجاليه سواء على المستوى الثقافي الاجتماعي الرياضي. بسرعه بخصوص الهيكلة ايضا خليني نعطيك فكره، هو نادي لو تسمح يعني اي نادي هو يتم انتخاب اعضاء مجلس ادارته كل سنتين تقريبا، من شهر مارس الى شهر مارس بعد سنتين يتم الانتخاب عن طريق اعضاء الجمعيه العموميه. الانشطه يا سي مهدي، الانشطه اعطينا الانشطه يعني فين النادي مقره فين هذا ولا ينشط في كامل السلطنه؟ لا مبدئيا هو النادي في مسقط، لكن ما انه هو تو الفرع الوحيد، الفرع الرئيسي هو في مسقط، قاعدين ننشطوا مع نحاولوا تغطيه كل المحافظات الاخرى والمدن الاخرى. كيف لانه تعرف طلبنا اي عندنا الانشطه تختلف، رياضيه، انشطه للمراه والطفل، ايضا انشطه ثقافيه، انشطه تعليميه. كيفاش نغطيه المدن والمحافظات البعيدة؟ عن طريق بعض المتطوعين اللي موجودين، كما سبق وقلت فما الكوادر التونسية والنخب موجودة في المدن الكل، قاعدين فما تنسيق وعمل متواصل معهم. إن شاء الله قريبا جدا إن شاء الله قاعدين نخدم على بعث فرع جديد للنادي في محافظة صلالة اللي تبعد على محافظة مسقط تقريبا 1000 كيلومتر. ان شاء الله مبروك. يعيشك، انا قاعدين نخدموا في البروسيدير ان شاء الله لقيان قاعدين نخدموا. باهي سي مهدي خليك لو سمحت، يعني شنو هو وضعية الجالية التونسية؟ كان هكا في 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 دقيقتين يخليك كان تحكي لنا شوية على الجالية التونسية، على مشاكلها، على الصعوبات اللي تمر بها. شنو هو اللي وشنو هو الحلول اللي يتم معالجتها، وشنو تقترحوا انتوما يعني كرئيس نادي جالية تونسية شنو تكون الحلول وال شنو الحوايج المزيانه زاد؟ اي اي ديما نحكي شنو الحوايج المزيانه. انا 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 نحب نبدا من اللي وفاك الام سي عبد المجيد، اكيد مشكور بالرسائل الايجابيه. هو راهو خلينا نقولوا هذا النادي بعث كترجمه لعمق العلاقات التونسيه العمانيه وللسمعه الطيبه. علاقات طيبه برشا للجاليه، اكيد اكيد، ايضا السمعه الطيبه للجاليه التونسيه، لانه ما يخفاش عليك خاطر انتم تمشيوا للتعليم وللصحه تبارك الله، معناها اكيد عندنا ايضا في القطاع الخاص كما تفضلت، اكيد هو القطاع الصحي والتعليمي هو النسبه الكبيره. ما يخفاش عليك ايضا لانه فما راهو اجراءات امنيه وتدقيق امني، مش الجاليات الكل يعطيها تراخيص، لذلك راهو مهم برشا انه نذكروا سمعه طيبه للجاليه التونسيه لهنا، هذا مهم. المشاكل به نمشيو المشاكل. سامحني ساعه سي مهدي خليك انت بايجاز. تفضل سي مهدي. به بالنسبه للاشكاليات هي تقريبا أهم الإشكالية الكبيرة هي الإحاطة بالطفل التونسي والعائلة التونسية لهنا في الغرب. ممتاز. هذه من المشاكل الكبيرة نلقاها. خاصة على مستوى التعليم، لأنه كما تعرفوا لهنا دول الخليج تعليم. الصوت يا سي مهدي. ما نعرفش الصوت واضح. واضح هكا واضح. باهي واضح. باهي. نظام التعليم كما تعرفوا لهنا هو نظام اللغة الإنجليزية، إذا لغة يعني على برشا مشاكل العائلات كي يرجعوا لتونس يلقاوا اللغة الفرنسية. إذا لهنا قاعدين نعانيو في بعض الإشكاليات، هذاك علاش فما صلب النادي الاجتماعي بعثنا
نادي لتعليم اللغة الفرنسية، أيضا المدرسة التونسية مشكورة مجلس إدارتها هنا هنا في مرقد لما المدرسة التونسية اللي قاعدة تقري في المنهج التونسي يعني، وقاعدة تساهم في حل هذه الإشكاليات. أيضا من الإشكاليات الكبيرة اللي شفناها في المدة الأخيرة حقيقة اللي هي موضوع الفيزا التوريستيك، ما يعبر عنه بالفيزا الفيزا السياحية، تأشيرة سياحية، تأشيرة سياحية. يعني الصراحة متفهمين الوضع في تونس، ويعني خلينا نقول حرص الشاب التونسي على بحث على البحث على على مصدر رزق وعلى فتح أبواب جديدة، هذا كل نسمى صعيبة مع سلطنة عمان. بالضبط هذا هو راهو، هي شويه من سمحني في المثل شويه من الحنه وشويه من رطابه اليدين، هي صعيبه لهنا. والاشكال الاكبر انه فما جزء كبير من ولادنا قاعدين يعني يوقعوا، ربي يهدي قاعدين يوقعوا في ايوه قاعدين يوقعوا، المشكله انهم قاعدين يوقعوا في فخ عمليات تحيل من ناس قاعدين يبيعوا لهم في فيزة السياحة على أساس إنها فيزة عمل، يجي لهنا يصطدم بالواقع بعد ما يدفع مبلغ كبير، يجي لهنا مساكن لا ينجم يقدم لا ينجم يوخر. هذه الظاهرة في المدة الأخيرة تفاقمت. من المنبر هذا نحب نوجه يعني خلينا نقول الكلامي للخيال يسمعوا فيه الكل. نعم معنى النبوهم ردوا بالكم العقود المزيفة اللي يعني يعملكم عقود عمل في الحقيقة عقود سياحة تمشي غادي ما تلقى شيء. بالضبط هذا هو، نحن إذا كنا نثمن يعني العمل كمبدأ نهيب بالجميع في الآن نفسه أنه يحتاطوا يردوا بالهم على خاطر ربي فضلك عايشك يا سيمادي. سيمادي إن شاء الله تكون معنا معك مداخلات أخرى إن شاء الله في وقت لاحق، الوقت ضغط علينا، بارك الله فيك، شرفنا برشا بحضورك وبمداخلتك من سلطنة عمان. مستمعين الكرام نعود للأستوديو للحديث في شأن المسرح العام، معنا فريق مسرحي، معنا صابر الهذيلي، معنا سي منجي بن سعيد، ومعنا سي وجدي الرويسي، اصحاب مسرحيه اكنس. حبيت باش نرجع للشان العام في المسرح وقضايا المسرح، ولكن في البدايه كما حكينا في وقت بث الاغنيه سي وجدي، احنا قلنا المراه التونسيه راهي مراه راقيه، راهي مهندسه، راهي طبيبه، راهي سايقه الطايره، معناها الهزل راهو شيء، ولكن الصوره اخرى، والاستثناءات هذه المقيته اللي تظهر في نقول انا فك الحبات الفاسده اللي موفيز جرين ما يعطوش فكره على المجتمع التونسي. المجتمع التونسي مجتمع متعلم، مجتمع راقي. سي وجدي، المشهد المسرحي بصفه عامه، وحكينا على مشكله الاحتراف، مشكله الاحتراف اللي حسب ما حكى سي صابر مشكله كبيره. يعني هذه ربما الانسان بموجب شرط بطاقه الاحتراف يحرم بالعروض. يحرم العروض. كيفاش؟ احكي لنا شويه سي صابر، انت عندك بطاقه احتراف مسرحي؟ لا. ما عندكش بطاقه احتراف؟ علاش راه قل لي. والله من الشروط نتاعها اللي لازم عندك كونترات نتاع مع ثلاثه شركات انتاج، يعني لازم تكون متعاقد مع ثلاثه شركات انتاج باش تتمتع بطاقه احتراف اللي تخول لك حقوق كمسرح. عامل طلع قداش من مسرحيه بطاقه مسرح احتراف في المسرح؟ انت قداش عملت من عرض يا خويا صاحب؟ عامل تمكن 8 مسرحيات تضمنت عرض، واللي ما تعرضوش 50 يمكن. 8 مسرحيات تعرض و50 ما تعرضوش. ولكن انت ناشط على الفيسبوك على منصه التواصل الاجتماعي. انت مش حتى ناشط، انا نخدم في قناه. اني القناه؟ هي القناه الجنوبيه، قناه الجنوبيه. انا خادم مسلسل زاد مع شركه انتاج اخرين هذه. اي. اما خاطر ما عندكش بطاقه احتراف، على خاطر ما خدمتش مع ثلاثه شركات انتاج. انا نقول لك من الاخر، ما انا نقول ودنك ها هي ونقعد ندور كذا. الاشخاص اللي في اللجنه هذيك اخويا ما يحبونيش، ها من الاخر. على كل حال. هذا كل اللي كان تقوى سياسه يسمع محترف ويسمع كذا ويخرج لنا لبرا يولي برا يولي. انت وفر لنا من الشرط على كل حال، وخلينا نشوف ويمشي مع سارق الباب الدار. وفر الشرط. نتاع الشركات مش وفرت بلا خليني ساك مش وفرت برك تفضل. تعرف اللي امينه فيخ ما عندهاش بطاقه احتراف، والوزيره كي قابلتها تمد الشهر علاش اسمها ما ولا المصرف اسمها ليه الوزيره بروحها تاع الثقافه قالت لي لطفي باش نقم ما عندهاش بطاقه احتراف، قالوا له تعدى على اللجنه، قال انا اللجنه مش تعدي لي ليني. ثم ممثلين كبار الحقيقه، ممثلين كبار دون ذكر الاسماء وفنانين كبار. ما معنى فنان؟ هو المجال الوحيد اللي ما نجمش نحكوا عليه على مدرسه وتكوين ودراسه هو مجال الفن. اي نعم، خاطر الفن عمل ابداعي. هو تنجم تقرا تعمل دكتوراه في المسرح.
اي وما عندكش وما تكونش مبدع تكون تكون اكاديمي عندك اليات تكون اكاديمي تقري المسرح تحلل المسرح تكون في لجنة التحكيم اما ما تنجمش تكون على الركب ولا تكون كاتب سيناريو ولا كاتب نص ولا غير اي معناها الممثلين الكبار في العالم مش نسمي من هوليود وانت ماشي البوليود حتى المصر معناها ما قراوش مصر مش بذلك بعد عملوا تكوين في المسرح معناها النجوم الكبار هو دون هو هي موهبه يعطيها ربي موهبه كيما الكوره تنجم ولدك توصل في مليارات ما يطلعش كواجي معناها انا غالي صحيح صحيح ونجم البطحه ينجم تجي في الشبكه سي ثم مجالات في الحياه هذيا ما تحوش تقننها وتعملها اليات وتردها علوم صحيحه هذيك عالم الفن الرسم الموسيقى التمثيل الغناء معروض بيخ تعتبروا من العلوم الصحيحه راه غلط معناها والا يجيك مش قيم عمل فني كيفاش تقيم فيه عمل فني عمل فني ما يقيمش انت رؤيتك للزاويه هذيك انا رؤيتي تختلف والناس عبد المجيد انت تعرف اللي كيفاش الناس الكل اختلفت في روايه السد المسعدي معناها فمش كل هذا عمل سي وجدي اش نقولوا احنا نقولوا مثلا اللي راهو بعض الاليات ربما بعض الاليات راهي تحبط المبدع ربما تحد له ما يتمتع بحقوقه كما قضيه ضروره ان تتعاقد مع 3 شركات نجم ان نتعاقد مع 3 شركات يخول لي باش ناخذ بطاقه احتراف وانا مانيش مبدع ما خدمتش 7 سنين عملت دور وخرجت من بيت عمل معكم تراتب لحظه بركه صبر اما شرط الابداع ملامح الابداع يعني ملامح الابداع هذه المفروض تكون هي المقياس الرئيس المقياس الاساسي انت مبدع في هذا المجال ام لا مستمعين الكرام احنا شرفنا على حصتنا حبينا نهنوا فريق مسرحيه اكنس ونقول ان شاء الله بالتوفيق شرفونا بحضورهم في الاستوديو حبينا نعتذر من مدام ذهبيه فتناسي اختنا اللي كانت معنا في الاستوديو والتحدث على تجربتها كمهاجره يعني قضت سنوات في المهجر وعادت بنجاحات اقتصاديه ونجاحات عائليه نقول يعطيك الصحه وان شاء الله تكون معنا فرصه اخرى وصلنا الى نهايه حلقتنا مستمعينا الكرام الشكر موصول للفريق التقني لأيمن ليغا وأحمد الشفار شكرا أستاذة مبروكي نلتقي مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم رواق الحياة تسمعونا على 93 الحياة فم إذاعة القيروان للصحة رواق الحياة على الحياة FM.